بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده يوم جديد وحلقه جديده خطيره جدا ان شاء الله يا رب تعجبكم. عاملين وصفات سهله ولذيذه عشان عيد الاضحى، كل سنه وانتم طيبين. بصوا، هنعمل اول حاجه طاجن لحمه الراس بالبطاطس، فظيعه وسهله جدا جدا جدا، ان شاء الله تعجبكم. صينيه بطاطس عاديه خالص، هقول لكم بتتعمل ازاي، ومعانا لحمه الراس المسلوقه وخطيره. تعملي حته طاجن قلق يعني، مش اي كلام. الوصفة الثانية هنعمل رز بالخلطة، طبعا ده محتاجينه في العيد مع اي مشاوي مع اي حاجة، فهيبقى ظريف جدا حتى لو اتاكل مع صينية البطاطس بلحمة الرز دي. هنعمل رز بالخلطة ظريف، انت بقى تحطيه براحتك مع يعني تقدميه مع مشاوي، مع الكباب والكفتة، مع كبدة، براحتك خالص، ان شاء الله يعجبكم. الوصفة الأخيرة هنعمل الطرب المشوي، بمقادير برضو سهلة جدا ومفهوش أبدا أي حاجة، حاجة كده خطيرة تستاهل بقكم. الواحد جاع ومستني العيد قوي يعني بصراحة. هنقول مقادير أول وصفة، طاجن لحمة الراس بالبطاطس. بصوا يا شباب، أنا معايا لحمة راس يعني لو لسه مدبوحة ما بنشطفهاش ولا حاجة، زي اللحمة العادية ما بنحتاجش خالص ولا نشطفها ولا حاجة، بتتسلق على طول، مية بتغلي فيها ملح وفلفل بصل حبهان ورق لورق الكلام ده كله، وبنسلق فيها لحمة الراس لغاية لما تستوي وتبقى عظمة. تمام، لو حسيتي ان الشوربة مطلعة ريم كتير قوي في المية، شيلي الريم اول باول علشان ايه ما تبقاش يعني طافية على وش الشوربة، وتبقى الشوربة معاكي صافية وحلوة جدا، ولحمة الراس تستوي وتبقى تمام. ومعايا بقى مقادير صينية البطاطس العادية التقليدية اللي معظمنا بيعملها، معايا هضيف عليها بس شوية جزر مبشور. فأنا معايا حلقات من البطاطس متقطعة رفيع شوية ما تبقاش تخينة، معايا توم 4-5 فصوص من التوم، معايا كرفس متقطع صغير، جزر متقطع شرايح بالمبشرة مثلا أو حتى متقطع مكعبات الأسهل لك يعني، طبعا معايا ملح فلفل، أحتاج معلقة سمنة على معلقة زيت، بصلاية مثلا كبيرة متقطعة صغير أو ممكن تكتري أكتر براحتك، هنحتاج احنا قلنا توم تمام، شرايح من الفلفل الالوان، معايا عصير طماطم مضروبه في الخلاط، معايا كمان معلقه صغيره من السبع بهارات، كمون كمان معايا، طماطم متقطعه بقى شرايح، فلفل رومي متقطع شرايح، وتقريبا كوبايتين كبار من الشوربه علشان البطاطس كده تستوي ونتفس فيها لحمه الراس الخطيره. وصفه سهله جدا جدا يا جماعه، ما فيهاش ابدا اي حاجه. انا معايا طاجن اهو، طاجن حلو قوي، هنحط فيه حتة سمنة كده أول حاجة علشان إيه الطاجن، نبتدي بالسمنة أول حاجة، معلقة سمنة بس كده كبيرة، هفتفتها بإيديا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده اهو، وهحط معلقة زيت كمان معاهم كده، دي أول حاجة. وهاجي أرص البطاطس، رص البطاطس عادي خالص أهو كده يا أستاذ أحمد. حاضر يا أستاذ أحمد، كده حاضر يا فندم. وآدي شرايح البطاطس الظريفة أهو، حلقات البطاطس كل ما تبقى رفيعة شوية كل ما تبقى أحلى، فاهمين قصدي كده اهو. احنا هنعملها كلها كده على البارد، مش هنحط حاجة خالص على النار، هنخلي البطاطس تستوي في الفرن، بس لحمة الراس اللي احنا هنحطها معاها تكون مسلوقة كده. انا ايه حطيت كل شرائح البطاطس، معايا توم بس عايزة اجيب سكينة عشان عايزة اقطع التوم شرائح ونحطها كده على البطاطس برضو من فوق، 3-4 كده فصوص من الثوم ولا حاجة. كده اهو بهذا الشكل الظريف تمام. معانا بقى شوية جزر هنحطه كده، الجزر ده حاجة إضافية كده، لو ما تحبوش تحطوه بلاش، بس هو ظريف تمام. هرش ملح فلفل أسود، معايا
الكمون كده اهو، ومعايا الكزبره، معايا كرفس، مش عايزه ورق الكرفس، انا عايزه العيدان بتاعه الكرفس. تمام. وكمان نحط بقى بصل، ممكن تعملوا البصل شرايح لو عايزين كده، على البطاطس. تمام. ومعايا برضو فلفل الوان كده، قطع كده ايه برضو. ونجيب بقى لحمة الراس الحلوة المسلوقة دي، نحطها هنا كده، نوزعها كده معاهم بالشكل الحلو ده. ممكن بقى نحط على الوش برضو شرايح كده من الفلفل الألوان، مثلا كام واحدة كده، ومعانا كمان بصل شرائح بهذا الشكل الظريف، ومعايا كمان طماطم، ممكن نحط الطماطم في النص كده يعني، عشان ايه نعمل لها منظر جمالي يعني كده، زي الوردة كده في النص. وإذا تبقى معايا عصير الطماطم والشوربة، عايزة اجيبهم هنا كده، هنحط الطماطم اللي مضروبة في الخلاط كده، نسقي بيها البطاطس بهذا الشكل الظريف، ومعايا كمان الشوربة، شوربة اللحمة كده اهو برضو بهذا الشكل الظريف. والشوربة اصلا بقى متنكهة ومتظبطة، وايه عظمة على عظمة بس كده. وهقوم جايبة الالمنيوم فويل ومغطية الطاجن ومدخلاه الفرن درجة حرارة 200 في الرف اللي في النص، هسيبه تقريبا مدة نص ساعة او 35 دقيقة في الحدود دي، عشان انا عايزة البطاطس تستوي والدنيا تتسبك كده مع بعضها وتبقى ظريفة. بص انا هغطيه اهو كده، تقريبا 35 دقيقة. بعد ما يعدي 35 دقيقة تطلعي الطاجن، تتأكدي ان البطاطس استوت، واحنا كده كده حاطين لحمة الراس مستوية ومية مية. بعد كده بنقوم شايلين الالمنيوم فويل ونخلي الطاجن بس ياخد وش خفيف تحت الشواية، يبقى خطير ويجنن زي اللي الأستاذ أحمد جايبه لنا حالا دلوقتي اهو، خطير وسهل جدا وطعمه بقى مش قادرة أقول لكم يعني، يجنن. عايز بقى فعلا شوية رز كده وبالهنا والشفا، البطاطس بلحمة الراس الفظيعة، خطير. هنروح فاصل ألم أشيائي بقى دي كلها، ونجيب مقادير الرز اللي بالخلطة، حلو قوي قوي وسهل جدا، مع كبد وقوانص وبصل والرز البسمتي، حاجه كده بسيطه وبيطلع طعمه تحفه، وينفع معاكي في اي عزايم في اي تجمع كبير، ان شاء الله تجربوه يعجبكم. ادخل ده الفرن ونروح فاصل وسوف اعود ان شاء الله، خليكم معانا. هنعمل دلوقتي وصفة الرز بالخلطة، ده بقى ضروري، ده بقى ناس كثيرة بتسألني عليه، وخصوصا بقى في العيد يعني هنحتاجه، أو في أي تجمع أو بتاع هقول لكم يتعمل إزاي، وهيليق على الوصفة الأولانية اللي احنا عملناها مع بعض، طاجن البطاطس بلحمة الرز. تمام. مقادير بقى الرز بالخلطة، معايا رز بسمتي 4 كوبايات تقريبا من الرز البسمتي، وده طبعا كده كميه كبيره، عايزه تعملي كوبايتين بس لو انتوا 5 افراد هتبقى كويس قوي، اكتر من 5 يبقى اعملي 4 كوبايات. تمام. بصلايه كبيره مبشوره ناعم، معلقه من معجون صلصه الطماطم، نص معلقه صغيره من القرفه، نص معلقه صغيره من الحبهان البودره، محتاج كمان مثلا ورق لورا، ورقتين بس وهنبقى نشيلهم في الاخر، معايا كمان نص كيلو من كبد الفراخ، تمام، متقطعه صغير قوي، ومعايا نص كيلو برده من القوانص اللي مسلوقه ومتقطعه برده صغير قوي، ضروري تبقى مسلوقه عشان نبقى مريحين دماغنا ونبقى عارفين انها على طول ايه مش هتاخد وقت. معايا ثوم تقريبا 2 فصين من الثوم المفروم، معلقه صغيره من الكمون،
وبرده معلقه صغيره من الكزبره الناشفه، ملح وفلفل اسود، رشه شطه، وهنحتاج شوربه بقى عشان نسقي بيها الرز البسمتي. كميه الشوربه قد ايه؟ انا بحط ارتفاع الشوربه على الرز بعقلتين صباع بس، تمام؟ فانت تقدري تشوفي ما دام اتظبط كده يبقى خلاص، دي كده كميه مناسبه جدا من الشوربه على الرز. انا هنا مسخنه الحله، هنحط زيت، مش هحط سمنه عشان تبقى الحكايه خفيفه، يعني بما ان ايه هنعمله في العيد وحاجات كلها دهون وكده، لكن لو انت عايزه تحطي حته سمنه صغنونه تدي طعم كده للرز اضافي يعني مفيش مشكله، مش عايزه وهتعمليها بالزيت زي هتبقى برده خطيره جدا ومفيش مشكله. اول حاجه هنزل بيها يا شباب هي الكبده، الكبده نيه فانا عايزاها تنزل في الزيت ده اول حاجه. هرش لها رشه ملح خفيفه وفلفل واديها كده ايه كام تقليبه كده واقوم نازله على طول بعد كده بالقوانص المستويه المتقطعه صغير. اول ما الكبده تاخد تشويحه بنزل بالقوانص على طول كده. انا حاسه ان انا محتاجه زيت كمان شويه، هحط زيت بس كده. الله على الريحه، ورشه فلفل اسود برده خفيفه كده. الفلفل الاسود وقت تشويح الكبد والقوانص بيعمل ريحه وطعم ليهم يجننه، غير لما بيتحط في الاخر بقى مع التشطيبه الاخيره يعني مع حله الرز، لكن وقت التشويح حطوا ملح وفلفل كده. تمام، بصوا الكبده خلاص اتشوحت واستوت والقوانص اصلا مستويه. هحط بقى بصل اهو وندي كده تقليبه برضو. بصل مبشور هيبقى اظرف من البصل اللي متقطع صغير. البصل المبشور هياخد لون قوام معاهم ويدبل كده ويتشوح وهيبقى اظرف. عايزه تقطعيه مكعبات صغيره مفيش مشكله برضو، حسب ما انت عايزه وحسب ذوقك كده. معايا ايه بقى؟ عايزه اجيب البهارات اللي معايا كلها، احطها هنا كده جنبي، وورق اللورة برضو هنحطه في الاخر. البهارات اللي معايا هنحط بقى نبتدي نضيف، احنا قلنا بقى كزبره وكمون ورشه قرفه ورشه شطه. نقلب بقى، يا سلام على الريحه، حلوه قوي ريحته تجنن. انا كل ده ولسه ما حطيتش الثوم، وهحط الثوم بقى دلوقتي اهو، وبرده عايزه اشم ريحه الثوم. ما نكترش في الثوم قوي، يعني فص واحد هيبقى كفايه. يا عيني يا عيني يا عيني، انا كده شامه ريحه الثوم، لقط ريحه الثوم قوام، يبقى كده هايل. معانا معجون صلصه طماطم، ناخد كده معلقه نقلبهم برده معاها. بالشكل ده، وبعد كده اقوم اضيف بقى ايه الرز. تعالى يا رز اهو، الرز البسمتي مغسول ومتصفي. المغسول اللي متصفي ما بياخدش مننا ميه شوربه كتير وقت التسويه اهو، بهذا الشكل الظريف. خطير. معانا بقى الشوربه كده، هيبقى عندك بقى شوربه لحمه كتير بقى ان شاء الله. نقوم حاطين الشوربه على الرز، ومعانا ورقتين لورا بالظبط عشان نشيلهم في الاخر، هحطهم كده واقلب
طبعا الشوربه اصلا متحدقه، واحنا حاطين على الكبد والقوانص واحنا بنشوحهم ملح وفلفل، فانا مش هزود تاني. انت بقى محتاجه تدوقيه وتطمني ان ملحه مظبوط وتمام، اعملي كده. وهنسيبه بقى يتشرب الشوربه بتاعته دي خالص، لما يبتدي يتشربها هنغطيه ونهدي النار اوطى حاجه، ونسيبه تقريبا لمده ربع ساعه اللي هي 15 دقيقة أو 16 دقيقة يعني في الحدود دي، وتبصي عليه. حسيتي إن هو ناشف شوية ومحتاج شوربة كمان، زودي شوية شوربة وخليه برضو على نار هادية زي ما هو، واديله 5 دقايق كمان عشان الرز البسمتي ما يتكسرش معاكي ويبقى مظبوط. وأنا أفضل إن أنت تغسليه كويس قوي، ممكن تنقعيه مثلا 2 3 دقايق وبعدين تصفيه كويس قوي من ميته قبل ما تحطيه، علشان تكون الرزاية اتنفشت وشربت شوية مية فخدت وضع حلو كده، لما تيجي تستوي ما تتكسرش معاكي. تمام وبس، ونعمل احلى رز بالخلطه. انا معايا طبعا حله ورا اهي هجيبها ونغرف بقى الرز، بس انا عايزه الم اشيائي عشان اوريكم، ونغرف لنا طبق حلو كده دلوقتي حالا مع بعض. وعايزه اجيب الطبق اللي انا هحط فيه هنا كده، اجيبه جنبي ونودي بقى الحله الحلوه دي في العين اللي جوه هنا اهو. وتعالى انت يا رز يا حلو اهو، ريحته تجنن. ناخد بقى كده منه ونحط، بصوا مفلفل ازاي والرزايه منفوشه والكبد والقوانص فيه ولونه كمان حلو اهو. ان شاء الله يا جماعه تجربوه هيعجبكم قوي، احلى رز بالخلطه وسهل جدا. بصوا مقاديره كلها عاديه ما فيهوش اي حاجه غريبه. تاكلوه بالف هنا وشفا يا رب، ويبقى أحلى عيد عليكم إن شاء الله. هذا الشكل الظريف. عايزين نشيل ورقة اللورة دي، خلي بالنا عشان محدش ياكلها، لو تيجي في بق حد يعني ممكن تعمل له مشكلة. كده الطبق كبير وحلو كفاية اهو، خطير. عايزه احط له كده ورقه بقدونس ولا كزبره مثلا، اي حاجه من الحاجات الحلوه دي هنا كده في النص بس كده. اوديه هناك يا استاذ احمد ولا هتصوره من هنا؟ ايوه اهي ظهرت اهي. طبق رز بالخلطه خطير، هيعجبكم جدا جدا يا جماعه، ارجوكم جربوه ان شاء الله ويبقى احلى رز بالخلطه عملتوه. نحطه هنا كده بس كده. هلم اشيائي بقى دي واطلع فاصل اوام اوام علشان نرجع بعد كده نعمل الطرب المشوي. وصفه سهله جدا، الطرب ما فيهوش ابدا اي حاجه، مقاديره بسيطه، هتعمليه ويبقى حلو قوي، ويعني يعمل قلق كده كانك رحتي عند الحاتي بالظبط. فان شاء الله نعمله بعد الفاصل، فخليكم معانا. هنعمل دلوقتي بقى الطرب، بقى طرب مشوي بقى خطير، انا يا جماعه بحبه مش قادره اقول لكم، وهو اصلا سهل جدا جدا. بصوا انا معايا طبعا منديل، منديل ضاني، لو هتجيبيه من عند الجزار تمام، لو وقت الذبح بقى الجزار هيطلع لك المنديل بتاع الخروف يا سلام بقى عظمه بقى نعمل بيه على طول. فانا معايا المنديل، ومعايا بقى ايه الخلطه اللي هي يعني كفته، تعتبر الكفته بالظبط اللي احنا بنعملها، هنحشي بيها الطرب. عباره عن ايه؟ معايا لحمه مفرومه يكون طبعا فيها نسبه دهن تمام على الاقل 15%، تمام، بصلايه مبشوره بشر ناعم هحتاج التفل بتاعها بس من غير الميه، ملح، فلفل اسود، رشه خفيفه من جوز الطيب، ومعلقه صغيره من البيكنج صودا. البيكنج صودا اللي هي بيكربونات الصوديوم اللي احنا بنحطها في الطعميه تمام،
لو مش متوفرة هنحط بدلها البيكنج باودر بتاع الكيك، تمام، وشوية بقدونس مفروم كده في الآخر يعني عشان نرش على الطرب من فوق، وهنشويه على الجريل على النار وبس خلاص. وصفة ظريفة جدا يا جماعة وسهلة قوي. أنا هطلع هنا بولة وهحط فيها اللحمة المفرومة عشان نجهز حشوة الطرب بقى، يعني حشوة المنديل الضاني ده كده اهو، اللحمة المفرومة. هنحط لها البصل، تفل البصل زي ما اتفقنا اهو، وهنحط البيكنج صودا بيكربونات الصوديوم ورشة القرفة. انا قلت قرفة، قصدي رشة جوزة الطيب، رشة جوزة الطيب، وملح، كمان ملح وفلفل اسود بس. نعجن بقى الكلام الحلو ده. كده اهو عايزينها بقى تبقى ناعمه كده، ونقعد بقى ايه نعجن فيها. بس ايه، عايزه اشمر الكم عشان ما يخشش في الكفته. بصوا كده حلو قوي، عشان احفز الدهون اللي في الكفته كده انها ايه تلزق اللحم في بعضه وتبقى ناعمه، فلما نيجي ان ايه نصبعها كده نعملها صوابع تبقى متماسكه وكويسه قوي. تمام اهو، هي دي اللحمه المفرومه بتاعه الايه الطرب. طيب نيجي هنا بقى على القرمه الحلوه دي، ونجيب المنديل الضاني، وليكن هذا المنديل الظريف. بصوا اهو، تمام، استاذ احمد هيجيبه لنا حالا، واجيب سكينه اهو. ايوه تمام. شوفي بقى انت عايزه تلفيه ازاي. انا عندي الحته دي شايفاها تخينه قوي، فانا عايزه استغنى عنها، فهقطعها كده بالسكينه واشيلها تماما، مش عايزاها اهو كده. وعندي بقى الحلوه دي، تمام، هناخد من الكفته الحلوه دي كده ونصبعها بايدينا كده على قد ايه الطرب الحلو ده. بصوا كده اهو يا استاذ احمد، شفت انت الحركه اهي دي؟ بص شفت، مش بيعملوا كده في ال يا استاذ احمد شيف برضو مش اي حد. ونبتدي بقى ايه نلف الطرب اللفه الحلوه دي، مش نقعد نلف كتير بقى يعني. بص هو خلاص اول ما اتقفل وخلص صباع الكفته كده، نقوم قاطعين الحته الزياده دي، فاهمين قصدي؟ عشان ما يبقاش بس تخين كده وغلس، لا يبقى حلو برضو اهو كده اهو. احلى طرب يجن بعد ما يتشوي، على فكره هيكش شويه عن المنظر ده، فهيبقى حجمه حلو جدا، تمام، وتثبتي عليه. ويفضل بعد المنظر ده كده ان هو يدخل الثلاجه بتاع مثلا ايه ربع ساعه قبل الشوي. بتفرق، بتفرق جدا جدا جدا. احنا محتاجين اللحمه المفرومه تمسك نفسها بالمكونات اللي احنا حطيناها عليها، وكمان لفه الطرب عليها تبقى ماسكه نفسها، وده بيبقى افضل حاجه. ايوه انا معايا دولت لفاهم من قبل ما نطلع مع بعض وطالعين من الثلاجه. هنحطهم على طول على الجريل ونشويهم شويا ظريفا، وهتلاقوه بقى يا خبر على الريحه بقى، حاجه خطيره. انا معايا الجريل، هدهنها دهنه زيت خفيفه اهو، هعلي النار بس فيها، وهاجي هنا اهو للحلو ده بقى اللي محطوط في الثلاجه واستريح وريح كده وبقى عظمه اهو. وابتدي بقى اشويه، هاخده بقى كده اهو طبعا. في منه بقى هيبقى فيه صغير طبعا، لان انت هتقعدي تلفي حسب المنديل اللي معاكي
زي ما احنا شفتوا كده، قطعنا حته فتبقى حته فنحط فيها برضو نلف، فهنلاقي ايه شويه من الطرب طالع صغير وشويه طالع المقاس الحلو. يعني ايه يعملوا كل المقاسات. وعلى الجريل بقى ايه نشويه وياخد كده ايه التشريطه بتاعه الجريل. هنشوفه دلوقتي مع بعض كده واحنا ايه واحنا بنشويه. هنلاقي الطرب اتشوى واللحمه من جوه استوت وعملوا طعم يجنن. مش ناقصك بس غير رغيف عيش كده بلدي طازه سخن، عارفينه ده، وتقومي بقى حاطه الايه رشه كده طحينه بالمعلقه كده سلطه الطحينه وزحلقي الطرب بقى، وبالهنا والشفا بقى خطير. ويبقى زي الحلو ده. ايوه يا استاذ احمد، يا سلام عظيم. وتفضلوا كده تشقلبوا فيه تشوي لغايه ما ايه يستوي تماما ويبقى لونه حلو كده، ومطمنين ان هو استوى وحلو جدا. ممكن بعد ما تديله التشريحه الحلوه اللي على الجريل اللي انا بعملها دي، بدل ما تفضلي واقفه كتير على النار، حطيه في صينيه فرن في الرف اللي في النص على اعلى درجه في الفرن لمده تقريبا ربع ساعه. هتلاقيه برده استوى وكمل تسويه واتشوى وبقى هايل، هيعجبكم جدا جدا ان شاء الله. وصفه سهله جدا ولذيذه للطرب المشوي عشان تعملوها في العيد بألف هنا وشفا، وكل سنة وانتم طيبين. أنا هقعد أشوي دول بقى بعد ما نخلص الحلقة، نكملهم ونحطهم عشان الحبايب ياكلوا كلهم. واحنا الحلقة بتاعتنا خلصت، يا رب تكون عجبتكم. احنا عملنا ايه بقى؟ عملنا أول وصفة طاجن البطاطس بإيه؟ بلحمة الراس، فظيع ولذيذ يا جماعة، ويعمل قلق. تعمليه كده على السفرة هتعملي قلق جامد، وسهل جدا جدا. الوصفة التانية عملنا الرز اللي بالخلطة، دايما دايما كل الناس بتطلبه وهيبقى حلو قوي في العيد طبعا مع المشاوي ومع الكلام ده كله. وصفة سهلة جدا، جربوه ان شاء الله يعجبكم. واخر حاجة عملنا الطرب الضاني بالمنديل الضاني، فظيع سهل برضو جدا، مفهوش ابدا اي حاجة، شويناه على الجريل يجنن. احلى اكل للعيد، بتمنى لكم عيد سعيد، ما تاكلوش كتير وتجربوا الوصفات ان شاء الله وتعجبكم. اتابعوني من يوم الثلاث ليوم الجمعه الساعه 1 الظهر ان شاء الله على قناه النهار، ويوم الاربع طبعا بنبقى مع بعض على الهوا، فاتفرجوا عليا يعني. بشكركم جدا بقى، باي باي.